أخطاء الطلاب درس نموذج في قواعد اللغة، وهو بعنوان التوكيد. كنا قد بدأنا في المرحلة السابقة بملف كامل عن التوابع، حيث درسنا العطف، درسنا البدل إلى ما هنا. اليوم درسنا هو التوكيد. التوكيد هو أيضا من ملف التوابع. في هذا الدرس يجب أن نعرف من هو التابع ومن هو المتبوع كما تعودنا في التوابع. كذلك يجب علينا أن ندرس نوعي التوكيد. سنتعرف على نوعي مختلفين من التوكيد. سنتعلم أيضا بماذا يتبع التابع المتبوع، بالإضافة إلى كيف يمكنني أن أعرف التوكيد. الدرس سهل وبسيط. سنبدأ بالفقرة الأولى. لاحظ معي الجمل الآتية: عمرو لا يبتسم، إني أخاف عليك منه، معك الكتاب، يا غلام لا تقرأ. سنبدأ بدراسة هذه الجمل تبعا للمثال الآتي. لاحظوا اللفظ الأول في الجملة الأولى، لا، اللفظ المكرر لا ثاني. ما نوع اللفظ الذي كرر؟ هو حرف. سنعمل مع باقي الجمل بنفس الطريقة. الجملة الثانية: إني أخاف عليك منه. اللفظ الأول ما هو؟ أخاف. اللفظ الثاني المكرر أخاف الثانية، لكن ما نوع اللفظ الذي كرر؟ هو ك. الجملة الثالثة: معك الكتاب. اللفظ الأول هو الكتاب الأولى، اللفظ المكرر هو الكتاب الثانية، ونوع هذا اللفظ اسم. أما في الجملة الرابعة والأخيرة، لاحظ معي اللفظ الأول يا غلام، اللفظ الثاني يا غلام الثانية. ما نوع اللفظ الذي كرر؟ هو تركيب، أي جملة. أيهما التابع الذي يتبع؟ أيهما المتبوع وهو السيد الذي يحكم على التابع بكل شيء؟ اللفظ الأول في الحقيقة هو المتبوع ونسميه المؤكد، بمعنى لا الأولى، أخاف الأولى، الكتاب اللفظة الأولى، يا غلام التركيب الأول، هذا هو المؤكد وهو المتبوع، هو الذي يحكم على اللفظة الثانية وهي التابع ونسميه التوكيد. هنا ملاحظة هامة: المؤكد في التسمية هو مؤكد، هذا ليس في الإعراب، تسميته المؤكد وهو المتبوع هو السيد. أما التابع هو الذي يعرب توكيدا وهو الذي يتبع المؤكد في كثير من القضايا سندرسها. سنبدأ الآن بتركيز المعلومات التي مرت معنا. أليس التوكيد هو لفظ أو تركيب تابع لما قبله ويسمى المؤكد؟ هو لفظ سواء كان اسما أو حرفا أو جملة أو فعلا يتبع لما قبله، هذا التوكيد يسميه المؤكد. أما المتبوع ويذكر لتوكيد وتقوية الحكم. التوكيد، انظر بالتعريف، هو إعادة اللفظ نفسه سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا أو تركيبا. أنا أعيد اللفظ فقط، أكرر اللفظ نفسه بالتكرار،
إذن التوكيد بالتعريف هو إعادة اللفظ نفسه سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا أو تركيبا. هنا يجب أن نعلم أول نوع من أنواع التوكيد. إذا كنت أكرر اللفظ فقط مثل لا لا يقتصر، الكتاب الكتاب، أخاك أخاك، الدراسة الدراسة إلى آخره، أنا أعيد فقط اللفظ، أكرر اللفظ، هذا التوكيد يسمى توكيدا لفظيا، يسمى توكيدا لفظيا. لاحظ معي هذه الآية، أخاك أخاك لا تكمله. التوكيد هو اللفظة الثانية المكررة وهو التابع. ماذا سأعرف أخاك؟ أخاك هو توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه انظر الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نكون بذلك قد ألقينا الضوء على التوكيد وهو التابع المؤكد. تعرفنا على النوع الأول من أنواع التوكيد وهو التوكيد اللفظي، ويكون بإعادة اللفظ نفسه، أنا أكرر اللفظ نفسه سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا أو ترتيبا. سأنتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد وهو التوكيد المعنوي وليس اللفظي. سألاحظ في هذه الجملة عدم وجود تكرار في اللفظ، أنا لن أكرر ألفاظي. لاحظ معي، معك الكتاب ذاته، فعل الأمر نفسه، كانت العرب كلها تهابه، قديما خالد وعمر كلاهما. لاحظ معي، ما اللفظة التي أكدت حكم الكتاب؟ الأمر، العرب، خالد وعمر. في الجملة الأولى اللفظة التي أكدت حكم الكتاب أكدت أن معك الكتاب هي لفظة ذاته. في الجملة الثانية التي أكدت حكم الأمر نفسه، التي أكدت أنك فعلت الأمر، الأمر نفسه، كانت العرب كلها، التي أكدت لفظة العرب هو لفظة كلها، أكدت لي لفظة العرب، العرب كلها. قدم خالد وعمر كلاهما، ما الذي أكد لي قدوم خالد وعمر؟ لفظة كلاهما. إذا لاحظ معي الألفاظ التي أكدت حكم ما قبلها، ذاته، نفسه، كلها، كلاهما. الآن انظر، هل جاء التوكيد لفظيا أم معنويا بكلمة محددة؟ بمعنى آخر، هل حصل تكرار في الكلام؟ هل أكدت الكلام من عن طريق التكرار أم عن طريق كلمة محددة بذاتها بعينها؟ بالتأكيد التوكيد كان معنويا، يعني بوجود كلمة محددة أكدت الحكم حكم ما قبلها. وازن الآن بين المؤكد والتوكيد. المؤكد اللفظة الأولى والتوكيد اللفظة الثانية في كل الجمل من حيث الإفراد والتثنية والجمع، التذكير والتأنيث وعلامة الإعراب. قبل الإجابة عن هذا السؤال نتذكر بأننا في ملف التوابع، هناك تابع وهناك مسبوق. انظر سنوات، من حيث الإفراد الكتاب مفرد ذاته مفرد، الكتاب مذكر ذاته مذكر، الكتاب مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذا ما حكم على ذاته بوجود نفس الحركة كونه تابع. كذلك نلاحظ نفس الأمر
الجملة الثانية، المؤكد والأمر نفسه مفرد، الأمر مذكر نفسه مذكر. لاحظ علامة الإعراب، فعل هو الأمر مفعول به منصوب وعلى رفعه فتحة ظاهرة على آخره. هذا الذي حكم على نفسه بأن يكون لها نفس الحركة، نفسه توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. كانت العرب كلها، العرب جمع، كلها جمع. انظر إلى الحركة، كانت العرب، العرب اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا هو التابع المتبوع عفوا، الذي حكم على لفظة كله، كلها بوجود الضمة أيضا، كوننا نتكلم الآن عن التابع الذي يتبع المتبوع، الذي يتبع السيد، الذي يتبع المؤكد. كلها هي توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في الجملة الأخيرة لاحظ، خالد وعمر مثنى، كلاهما مثنى، خالد وعمر، خالد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعمر اسم معطوف على خالد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كلاهما هو توكيد معنوي مرفوع أيضا مثل خالد وعمر، وعلامة رفعه الألف لأنه مرفوع المثنى. ألا نلاحظ التطابق بين المؤكد والتوكيد في الإذكار والتثنية والجمع، في التذكير والتأنيث وفي علامة الإعراب؟ من هنا كان التوكيد يتبع المؤكد، ومن هنا قد ألحق التوكيد بملف التوابع. كده المؤكد والتوكيد يتطابقان في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وعلامة الإعراب، وهذا الأمر هام ويجب الانتباه منه. انظر الآن، المؤكد، هل هو معرفة أم مثل؟ هذا هو المؤكد، الكتاب، الأمر، العرب، خالد وعمر. بالطبع هم معارف، الجمل الثلاثة الأولى هي معرف في ألف، والأخيرة اسم علم، وأسماء العلم تتبع للمعارف. إذن المؤكد كيف يجب أن يكون معرفة أم نكرة؟ تذكر دائما في أن المؤكد دائما معرفة، هذه أيضا ملاحظة هامة يجب أن تذكر. خلاصة الأمر، النوع الثاني من التوكيد هو التوكيد المعنوي، يكون بذكر كلمات محددة وليس بالتكرار كالتوكيد اللفظي، مثل نفس، عين، ذاتها، كل، جميع، كلا، كلتا. لكن متى تأتي هذه الكلمات كما هي هكذا؟ يجب أن يضاف لهذه المؤكدات ضمير يعود على المؤكد. لاحظ معي الشريحة السابقة، لاحظ معي الضمير الذي دائما كان مرافق في التوكيد. لاحظ معي الضمير كيف كان دائما مرافقا للتوكيد. تذكر ايضا بان التوكيد يكون معرفة دائما، هذه معلومة هامة. تذكر بان التوكيد والمؤكد يتطابقان في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وعلامة الإعراب. هكذا نكون قد انتهينا من درس التوكيد. درسنا فيه تعريف التوكيد، أنواع التوكيد اللفظي والمعنوي، لماذا هو من ملف التوابع، وبما يدفع التوكيد للمؤكد، وكيفية إعرابه.